تدرك الجماعات الإرهابية والتكفيرية بقوة السلاح الإعلامي عن أي سلاح آخر، لذلك لا يتحركون يمينا أو يسارا إلا برفقة كاميرا التصوير لكي يرفعوا المادة المصورة على مواقعهم الجهادية التي يزورها مئات الآلاف يوميا من كل أنحاء العالم لكي ينشروا نشاطاتهم الإرهابية. كم تجد تلك الجماعات في الفضاء الإلكتروني فرصة كبيرة في استقطاب المزيد من الشباب وضمهم إلى صفوف الإرهابيين، حيث استخدمت التيارات الدينية وبخاصة التكفيرية شبكة الإنترنت على وجه العموم ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص في نشر أفكارهم من خلال الفتاوى التي كانوا ينشرونها بين الوقت والآخر. وربما تعود قوة هذه التنظيمات في الأساس إلى قدرتها على نشر الفتاوى والترويج لها في عصر وصف بأنه عصر التكنولوجيا. أهم ما تقدم هذه الجماعات من خلال المواقع والمنتديات وأخطر ما يقدمونه هو الفتاوى التي ينشرونها ليل نهار، ويستقطبون أتباعهم بعد إجراء عملية غسيل مخ لعقولهم من خلال نشر بعض الفتاوى التي تؤكد صحة ما يقولون وما يعتقدون. دراسات حديثة كشفت عن حجم التغلغل الكبير للتنظيمات الإرهابية والجماعة المتطرفة عبر المنصة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ قفز عدد المواقع المحسوبة على هذه الجماعات من 12 موقعا إلكترونيا عام 1997 إلى 150 ألف موقع العام الماضي. وتشير الدراسات أيضا إلى أن 80% ممن انتسبوا إلى تنظيم داعش على سبيل المثال تم تجنيدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ينشر تنظيم داعش 38 رسالة جديدة يوميا ما بين مقاطع مصورة مدتها 20 دقيقة وأفلام وثائقية طويلة ومقالات مصورة ومقاطع صوتية بلغات عدة. كما جذب التنظيم من خلال شعاره المعروف باقية وتتمدد نحو 30 ألف مقاتل من جميع أنحاء العالم. ويبقى دائما السؤال، كيف يمكن السيطرة على هذه المواقع التي تبث السموم في عقول شبابنا؟ وما هو دور المؤسسات الدينية والرسمية والمدنية في هذه الحرب؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم. يا أهلا بحضراتكم من جديد. الفكرة في اللي بنتكلم عنه أنه يعني زي ما كنت بقول قبل الفاصل، حضرتك لو معتقد أن المواقع دي المواقع التكفيرية والمتطرفة واللي بتبث سمومها بتحرض على الدولة، بتحاول تنشر فكرة أنه لازم ننظر لمصالح الجماعة مش لمصلحة الوطن، يعني كل هذه الأفكار مسمومة، لو حضرتك فاكر أنه كل صفحات دي بتبقى تحت أسماء واضحة انها بتنتمي لهذه الجماعات، اعتقد تبقى غلطان، لان في كتير من هذه المواقع بيكون متخفي، بيبدو ان هي مواقع شباب، بيحط صور ناس مودرن، حاجات مختلفة، ابحاث، فنون، اي مكان، لكن في النهاية تدخل على قلب الموقع تفاجأ بافكار ربما تشدك لو حضرتك يعني قليل الخبرة، لو حضرتك لسه مش مستوعب قوي خطورة هذه الجماعات وخطورة طرق بث سمومهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وهذه الصفحات. ازاي نتعامل معها؟ هم اصلا ازاي بيسربوا كده الافكار المسمومة دي؟ بيحطوها ازاي؟ هل بشكل مباشر؟ يعني هل يطلع لك حد مثلا كده يقول لك احنا داعش واحنا بنحارب مؤسسات الدولة المصرية واحنا مش عايزين سلام في المنطقة؟ يعني هل بيبقى بشكل مباشر كده ولا بيوصلوا لعقول الشباب بطرق مختلفة؟ خلونا نتكلم عن هذا الموضوع ونسمع برضو آراء حضراتكم في التعامل مع المواقع الخاصة بالجماعات التكفيرية المتطرفة الإرهابية أيا ما كان تحت مسمى عن الجماعات الإسلامية، مع ضيفي الكريمين سيادة النائب الدكتور محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلماني. أهلا وسهلا فندم. أهلا بسيادة، وألف الحمد لله على السلامة. حرج جاي من الله يسلم حضرتك، برضو يعني مناسبة مهمة وحضور أيضا مبادرات مهمة جاي على هنا. أنا بشكر حضرتك ويعني بعتذر لحضرتك والمشاهدين ان انا مش جاي رسمي قوي، لان النهارده يوم الدايره، ف
ففي الحقيقة أنا جاي مباشرة وإلا كنت هتأخر أكتر يعني. لا يا فندم بالعكس، ده مسؤولية من حضرتك واحترام للمسؤولية من حضرتك. فأنا بشكرك جزيل الشكر سيادة النائب، منورنا. وضيفي الكريم الأستاذ طارق أبو السعد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا. النهاردة عايزين نسأل أسئلة كثيرة جدا، واسمح لي أبدأ بحضرتك. اتفضلي. الجماعات التكفيرية والإرهابية هل عندها القدرة الإلكترونية والتقدم في العلم والتكنولوجيا انها تدخل كده على الانترنت وتعمل مواقع وصفحات توصل بها لعقول الشباب، ولا هي جونيور شوية في الموضوع ده لسه مبتدئة؟ مباشرة اكتر مما تتخيلوا. نبدأ نتكلم بشكل تفصيلي. الحالة الإسلامية في مصر بدأت مع الإخوان المسلمين، ربما قبل كده حاجة بسيطة، لكن في 28 ومن 28 وحسن البنا كان حريص على أن يبقى له يد في الإعلام اللي كان متاح في الوقت ده، وكان هو المجلات والجرايد، وكان حريص على أن يكون له أكتر من إصدار لجماعة الإخوان المسلمين علشان تبقى منصة إعلامية. هو يدرك جيدا أنه محتاج دعاية كبيرة، دعاية ضخمة، مش بس الأفراد، لا، دعاية رسمية موثقة مكتوبة تصل إلى أبعد ما يعني يصل إليه الفرد. مع تقدم الزمن ودخلنا في الأربعينات والخمسينات استمر الوضع، ودخلنا في الستينات والسبعينات، واللي حضر السبعينات كان يعرف أن كان في مجلات للإخوان المسلمين موجودة ومنتشرة، وكانت بين أيادي الشباب، والشباب اقتنع بالكلام اللي موجود في مجلات زي الاعتصام وزي الدعوة اللي هي مجلة الإخوان الرسمية. واللي كان موجود برضو في السبعينات شاف المجلات الحائط اللي كانت موجودة في الجامعات، ودي كانت منصة إعلامية مهمة جدا للتيارات الدينية في الوقت ده، بما فيها لو هنصنفهم ثلاث ألوان، هم كلهم مظلة واحدة لكن ثلاث ألوان، السلفية والسلفية الجهادية والإخوان المسلمين، كان لهم أيضا منصات بيبثوا بيها أفكارهم اللي هم مقتنع أنها فكر صحيح، وبيحاولوا أن هم يبذلوا يعني كفة الطاقة لتوصيل أفكارهم لأكبر عدد ممكن من الأفراد، مش بس للتجنيد، لأ، كمان لتهيئة الناس لتقبل آرائهم. يعني حتى أنت لو مش عضو مش هتدخل معايا الإخوان المسلمين أو الجماعة داعش أو القاعدة، على الأقل تكون متقبل وجودي في هذه الجماعة وترى أن أنا أقدم تضحية. مع التسعينات وبداية الألفينية كان توجه الإخوان الإعلامي للإعلام الإلكتروني أكثر بكثير مما كنا نظن. كان لهم مدونات، وأشهر مدونة كانت لأحد أفراد الإخوان المسلمين، كانت هي عليها إقبال كبير جدا. كانت إيه؟ كانت عن إيه يعني؟ تغريد خارج السرب لمصطفى النجار. وقتها كان في الإخوان، وكانت مدونة شهيرة، وكان الإخوان المسلمين في لجانهم بيطلبوا أفرادهم أنه كل واحد يبقى له مدونة قبل منصة السوشيال ميديا ما تتوسع وتبقى بالشكل اللي موجود حاليا. مع بداية الحراك السياسي والحراك يعني موضوع البلوجز أو المدونات، اسمه بلوج أو مدونات، ده كان يعني ده كان مخطط لي، مش بالصدفة كده ان كل واحد يكتب مدونة بتاعته. ما فيش حاجة في الإخوان المسلمين صدفة، وما فيش حاجة في القاعدة صدفة، وما فيش حاجة في داعش صدفة. في دي حاجات بيبقى لها لجان داخلية في التنظيم الهرمي اللي موجود، اي تنظيم هرمي كده. اذا كان طيار ما بقدرش احكم بده، يعني لو في طيار زي طيار السيولة السلفية، في سيولة سلفية وفي تنظيم سلفي، لكن السيولة السلفية ما اقدرش اقول ان ده منظم. لكن الجماعات المنظمة الهيكلية زي داعش، القاعدة، الإخوان المسلمين، دول ما فيش حاجة بالصدفة، فيش حاجة خارج الإطار. هم فاهمين كويس جدا، واخدين دورات جيدة جدا وعلى أعلى مستوى. أهمية ثقافة الصورة، الصورة لها دلالتها، الصورة اللي هي في الغالب بتكون مضللة برضو، الصورة اللي هم بياخدوها اللي هي توصل رسالته طبعا في النهاية هو صاحب وجهة نظر بيدافع عنها بشكل مستميت، ويرى أنه من حقه أن يرتكب كل ما هو متاح
لان دي حرب والحرب مسموح لي ان انا اعمل فيها اللي الغايه عايز. تبرر الوسيله والغايه تبرر الوسيله. ويعني فيديوهات اللي احنا شفناها بعد 30/6 توضح قد ايه هم كانوا بيمثلوا الشهداء والقتلى والمصابين. والفيديو المعروف لما المخرج ستوب واللي بينزل دم بيعمل كده واللي بيمسك المصحف والمصحف محروق من اطرافه وبيعمل كده واللي كان شهيد في صوره وبعد كده لقيناه حي يرزق في صوره تانية بعدها فيعني ما لا ده كان بيتحرك وهو بيصوروه كشهيد يعني كاتبين اسمه شهيد وهو بيحرك ايديه ورجليه يعني هم فاهمين كويس جدا تاثير الميديا على الشباب ويعني لا استثني احد القاعده كذلك الداعش كذلك عندهم قدرة على التصوير فائقة عندهم مونتاج رائع مش مجرد تصوير بكاميرا صغيرة زي تصوير ال 21 مصري طريقة تصوير 21 مصري وهم ماشيين كده على البحر وهم بيقعدوا وكل واحد فيهم في حد ماسك راسه من ورا اللي هو يعني إذانا بالذبح وبعدين صورة البحر اللي كان فيه دم لا يعني هم يعني عرفوا كويس قوي وصلوا اللي هم كانوا عايزين يوصلوه ساعتها هم مش بس هو لجنة كاملة فيها مخرج فيها سيناريو فيها مدير تصوير فيها اختيار اللقطات اللقطة المؤثرة ايه الصورة اللي هبصها ايه حاجة منظمة يعني مش حاجة صحيح. عشوائية صحيح. المنصات المنتشرة للإخوان يعني مؤيديهم هي اللي بتروج لده بشكل كبير مش بس الصورة لا كمان الخبر مهتمين جدا بصيادة أخبار معينة بطريقة معينة يعني في توقيتات معينة في أوقات طبعا معينة تخدم في النهاية الهدف اللي هم عايزين يوصلوا بيبقوا عايزين يوصلوا له والهدف ده متحرك من فترة للتانية ست النائب البرلمان لما بيتعامل معانا في حياتنا وأنا هنا مش بس بكلم حضرتك كنائب برلماني كمان أنا عارفة يعني مهتم جدا بهذه الشؤون وبفكرة ازاي نقدر نحارب ده عن طريق الشباب كمان لما في البرلمان بنتكلم على مشروعات قوانين كتيرة ليها علاقة بحياتنا اليومية هل كمان احنا بناخد بالنا او مركزين في كل اللي شرحه استاذ طارق ده انه احنا عندنا حرب غير الحرب اللي في سينا شغالة اللي الجيش والشرطة فيها عندنا حرب كمان شرسة جدا ما تقلش خطورة عنها حرب الهجوم الالكتروني من المواقع المتطرفة يعني خلينا نقول انه البرلمان من اول ما ابتدى شغله وفي جزء من الموضوعات اللي بيشتغل عليها هي مرتبطة بواجبات دستورية يعني الدستور اشار لبعض امور والزم البرلمان المصري ان هو يشرع قوانين لتحقيق مبادئ معينة واهداف معينة على سبيل المثال في القضية اللي احنا بنتكلم عنها دي البرلمان الزم الدولة المصرية بمكافحة الارهاب وتكفيف منابع تمويله وتكفيف منابعه الفكرية وإن يبقى في مقاومة متكاملة للإرهاب وجماعات الإرهاب والتطرف وما شابه يعني داخل في كده ما يعنون بالمواجهة الفكرية أو التصدي لمحاولاتهم للاستقطاب الفكري سواء للشباب أو لغير الشباب في الإطار ده وحضرتك يعني بتتابع القوانين اللي بيطلعها البرلمان هتلاقي أن في حزمة قوانين تعنون العنوان ده تعنون أنها قوانين خاصة بمكافحة الإرهاب سواء من الناحية الأمنية التعديلات اللي تمت على قوانين الإرهاب والقوانين الخاصة به والمحاكمات المحاكمات ومصادرة أموال الإرهابيين وإجراءات التصرف فيها طبقا للقانون والدستور في نفس الإطار ده مثلا كان في قانون مهم جدا صدر في ظل الانعقاد اللي فات اللي هو قانون الجرائم الإلكترونية القانون دون بشكل هل توعي يا فندم هل صدرت اللائحة صدر واللائحة التنفيذية يعني أنا في الحقيقة مش حاضرني دلوقتي إذا كانوا أصدروها ولا لأ بس أنا عارف كويس جدا إنه الرئيس صدق على القانون وتم نشره القانون ده من بين ما يعني نظمه هي فكرة الإجراءات القانونية وطبقا للدستور المصري اللي لما يكون في موقع إلكتروني بيمثل تهديد لشبابنا سواء بقى تهديد فكري تهديد قيمي تهديد أخلاقي إرهابي يعني أيا كان نوع التهديد تهديد حتى معنوي لأنه إحنا عارفين أنه الحرب المعنوية هي يعني من ضمن ما يشن على بلدنا ما يعنون أنه حرب معنوية إزاي يبصوا أشياء
تؤثر في معنويات المواطنين ويترتب عليها إحباط مثلا. وكان سيادة الرئيس في أكثر من مناسبة تكلم عن ما يعنون الإحباط القومي، وإنه في ناس بيحاولوا يعملوا حالة إحباط قومي، إن هو يسفه ما فيش فايدة، ما فيش أمل، يسفه من أي إنجاز بيتم. حتى بقوا بيتريقوا يا فندم، أو بيحاولوا يوصلونا إن إحنا نتريق على كلمة إنجاز نفسه. طبعا الكلمة دي نفسها لما حاجة بتتعمل كلمة إنجاز بقت مثار سخرية بالنسبة لهم. بس هم يعني يعني أستاذنا يعني حاضر معنا يصحح لي إن دي آلياتهم من زمان، يعني حتى من أيام الرئيس جمال عبد الناصر. أنا بشوف بعض يعني المجلات بتاعتهم دي ليها أرشيف، فلما تشوفي طريقة كتابتهم وقت مثلا مكان السد العالي بيبني، وقت مكان، فهي دي منهجية موجودة أيديولوجية. هي فكرة انه الجماعة دي لما اتعملت اتعملت عشان تهدم فكرة الدولة الوطنية. صحيح. وبالتالي الافكار اللي زي ان الحدود ان الحدود تراب، وان مفيش حاجه اسمها وطن، وان هم يعملوا زي صراع ما بين الهويه الوطنيه والهويه الدينيه، وان كاني لما الانسان يتمسك بهويته الوطنيه هم يهموه ان ده يتعارض مع تمسكه بهويته الوطنيه، كان دول ضدين يعني. فده يخليه طول الوقت من زمان حتى من قبل التقدم الموجود دلوقتي، انه اي شيء يعزز انتماء وارتباط حضرتك بالدوله، سواء مقدساتها بقى الارض والتاريخ او مؤسساتها الاساسيه اللي بتبني عليها الدوله او بتحافظ على الدوله، انه يشتغل ازاي يخلي حضرتك، مش حضرتك يعني، يخلي اللي بيتاثر بيه يعني انه ما يبقاش مقدر لده، ما يبقاش شايف ان ده شيء مهم. فهو في الاخر لما هو يسفه له من المشروعات ويسفه له من الجهات القائمه على المشروعات عشان يوجد عنده مشاعر سلبيه في الاخر تجاه الوطن. وهي لو دي ابرز النقاط في الصوره اللي بيحاولوا يصدروها عن طريق ان هم يصدروا في نفس بقى الاطار. هم غير يعني استاذنا اشار اليه فكره اذا كانوا بيستقطبوا استقطاب مباشر او بيوجدوا يعني ناس يعني محبين او كده، هم كانوا بينظروا لفكره ازاي ان هم يحاولوا يوجدوا لنفسهم حاضنه اجتماعيه. يعني هو مش شرط انه هيقول افكاره مظله يشتغل تحتها، يعني حاضنه اجتماعيه بمعنى انه يعني تتوجد له حمايه من المجتمعات الموجود فيها، سواء بقى معنويه او ماديه. يعني في ناس كتير جدا كانت بتتبرع باموال، والاموال دي بتروح لاخوان والاسر اخوان، والناس دول شايفين اصل دول بتوع ربنا، اصل دول بيعملوا خير. وبعدين احنا لغايه وقت قريب جدا، لغايه قبل ما تقوم ثوره يناير، وكان في ناس رابطه اي فكره تدين واهتمام بالدين انه لازم يكون الجماعه دي اللي بتعملها، لان الجماعه كانت طول الوقت بتصدر للراي العام قال الله وقال الرسول، ان هي الدين، هم اللي مسؤولين عن وان هي الدين، وانه حتى لو ما فيش معركه دينيه موجوده تجاه شيء ما، هم ممكن يفتعلوا معركه، هم ممكن يصوروا اي اجراء على انه شيء ضد الدين وضد الاسلام وضد، عشان هم يظهروا في الصوره ان هم الدين وان هم اللي بيدافعوا عن الدين وما شابه. ففكره انه يبقى ليهم مواقع حتى لو ما بتقولش صراحه استخدموا او كفروا او كده، هو مجرد ان يبقى له موقع يشرح موضوع زي قصه الولاء والبراء بطريقتهم، بالطريقه اللي بيصرحوها، ده في حد ذاته يبني عند اللي بيسمعه ويقتنع بيه رفض للاخر وتكفير للاخر، ويحط له وسط الكلام بقى الجمل اياها بتاعت من لم يكفر الكافر فهو كافر، والحاجات اللي هي الحاجات دي بتعمل ايه؟ هي بتخلي الشاب اللي بيسمع الكلام ده ويبقى يعني متاثر بيه او متفاعل معاه، يبقى مهيئ انه لو هم حبوا يستقطبوه يستقطبوه لو هم حبوا، لان هم بينقوا ناسهم برضه. طب ولو ما حبوش يستقطبوه، يبقى هو محب، يبقى هو حاضنه اجتماعيه، يبقى لما يحبوا يجمعوا تبرعات ممكن يساعد، يبقى لما يعني حضرتك فاهم قصدي؟ فهو هو قانون بقى، يعني هم بيحاولوا يستفيدوا بالشكل بالشكل الاكبر والاوسع من كل المتابعين ليهم، من كل المتابعين. بس في نفس الوقت هو المتابع ما بيدلوش رساله دينيه بس، هو يعني لو حضرتك، واحنا كنا في يعني قبل ما ندخل لحضرتك وانا بتكلم مع استاذنا فكنا بنتكلم على وهم بيتكلموا عن مشكله، اي مشكله بتقابل المجتمع هو بيصدرها للمشاهد بتاعه انه الدولة بتعذبك، مش ان دي ازمة الدولة وانت بتواجهوها مع بعضه، لا ده هو بيديله إيحاء ان ايه، ان الدولة تقدر ما تخليكش تواجه المشكلة دي بس. فهو فلما نيجي بقى، فاكمل اللي حضرتك بتقوله بقى لو سمحت،
فلما نيجي حضرتك كبرلماني وحضرتك كخبير ومتخصص واستاذ واحنا كاعلام, لما نيجي بقى نقول للشباب انه انت احنا لازم نفهم ان دي دي ازمه بنعدي بيها مع بعض, مش ازمه الدوله حطانا فيها. أيوة أيوة. يروح متقال علينا ايه مطبلات ايه يعني هو يعني هو عفوا هو يعني هو ده, هو ده او انه أيوة. انتوا ماشيين على نفس الخط بتاع الدوله, انتوا مش شايفين الدوله رايحه فين, انتوا مش عارفين اللي بيحصل فينا ايه. ما هي طول الوقت في تشكيك في ده, فلما يجي الطرف الثاني ده مش يدافع بس يقول انه في حاجات بتحصل على الارض وفي حاجات حقيقيه بتتحقق وان الازمات اللي موجوده دلوقتي اغلبها نتيجه تراث قديم اصلا مش حاجات جديده لكن بندفع ثمنها دلوقتي, يجي بقى الطرف اللي جوه الجماعات ده يقول لك على المواقع ينشر لك الفكره دي انه انتوا مش فاهمين الدوله, انتوا مش فاهمين الدوله بيحصل فيها هو ايه. هو زي ما قلت حضرتك وزي ما كان استاذنا قال في سياق كلامه يعني انه الموضوع مش اعتباطي, هو فاهم كويس جدا يعني ايه حرب معنويه, وفاهم كويس جدا انه المنصه اللي بيستخدمها دي بيحقق منها اهداف ايه, سواء الاهداف اللي ليها علاقه باستقطاب فكري او استقطاب متابعين ومحبين او تكوين حاضنات اجتماعيه او انه ازاي يخلي المواطن يعني يرفض او بلغتهم يعني يلفظ كل ما اسمه مقدسات وطنيه او ما شابه. احنا عندنا قوانين تدي الدولة أدوات إنها تتعامل مع ده, وأنا في الحقيقة وجهة نظري إنه إحنا طبعا كدولة مشغولين بالبناء وده واجب 100%, بس في حاجة بتقول متى يكتمل البناء إذا كنت تبني وغيرك يهدمه. هو النهاردة حتى مؤسستك الدينية لما بتطلع تقول أي وجهة نظر في قضية, لو حضرتك تابعت المواقع بقى إياها دي بالليل هتلاقيها بتشكك في كل اللي صدر عن المؤسسة الدينية الرسمية اللي احنا مفروض عايزين نقويها عشان صحيح. تبقى يعني تملى هي صحيح. المساحة الدينية وتزيح التيارات دي. وكان في محاولات على فكرة زي ما حضرتك قلت من حوالي سنة ونص تقريبا كان في هجمة شرسة على الأزهر الشريف وعلى الإمام الأكبر, كان في هجمة شرسة منهم الحقيقة عليه. يعني بص حضرتك هم طول الوقت يعني لما الجماعات دي نشأت اللي كان بيمثل الخطاب الديني الشعبي احنا عندنا خطاب الديني الاكاديمي او العلمي ده الازهر, بس كان في بقى اداه بتنقل الخطاب الرسمي ده من الاكاديميا من الجزء اللي هو الاكاديمي الى يعني المواطن اللي هم مين اللي هي الطرق الصوفيه والتيارات الصوفيه. لما الجماعات دي كان عندها التخطيط او اللي بيخططوا لهم يعني ان هم يهيمنوا على الوجدان الديني الشعبي, فكان هم شغالين بشكل مكثف ان هم بدايه يهدموا ما يعنون ان هو وسيله الخطاب الديني الشعبوي اللي هي الطرق الصوفيه اللي كانت موجوده في كل قريه وفي كل مكان وكان ليها كتاتيبها و ان هم يبتدوا يشككوا فيهم ويعني يخلوا الناس ما يثقوش فيهم الى اخره عشان هم يحلوا محلهم. وبعدين لما انهوا يعني مرحلتهم دي بدرجه ما مرضيه بالنسبه لهم يعني ابتدوا يفكروا ازاي يهيمنوا على المؤسسات الاكاديميه, ازاي يبقى ليهم ناسهم جوه المؤسسات دي. وكان في يعني فترات اذا اللي ما يهيمنوش عليه يهدموه معنويا يعني يشوهوه, فاما يشككوا في اي حاجه يا اما يبقى معاهم. وفي اساتذه كبار جدا من المعاصرين يعني كانوا يقولوا انه كان عنده مثلا مؤسسه ما في 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 محافظه ما, فيقولوا قبل بقى ثوره يناير يقول له تعالى بس معانا واحنا يعني مالكش دعوه هنخليك يعني مش عايز اقول اسم الشخص يعني بس يقولوا هنخليك سيد سابق الثاني ممكن اكيد استاذنا يعني ولما قال لهم لا مش 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 هاجي هجموه مش هجموه هدوله الكيان بتاعه, ما هو يدخله بقى ناس جوه الكيان بتاعه شائعات فيبقى الكيان يا اما بتاعهم يا اما يهدموه. عارف فاهم قصدي؟ ولو كان راح معاهم هم نفس الماكينه الاعلاميه اللي بنتكلم عنها دي ممكن جدا يبقى شخص حجمه العلمي قد كده بس ماكينتهم الاعلاميه لو الراجل ده بيخدم عليهم او بتاعهم يضخموه فيبقى هو العالم العلامه والبحر الفهامه ويعني الجولات الدوليه والسفر وكل حاجه. هو استاذ طارق هم بيجيبوا وقت ازاي لكل ده وبينظموا كل ده ازاي؟ يعني هم مقسمين نفسهم جماعة يعني او اقسام, قسم مثلا للحرب بقى الحقيقيه والجهاد زي ما بيسموه وسينا وسوريا وكذا وكذا وكذا, وقسم تاني متخصص فقط للمواقع وللحرب الالكترونيه الشرسه دي. في لجان ومين داخل. بيشرف على مين وبتاني متشابكين ازاي يا استاذ طارق كده اشرح لنا بس يعني طريقه عملهم. هو في لجان داخل تنظيم الجامعات سواء
احنا قلنا الاخوان او القاعده او خلينا ناخد الاخوان كنموذج اقرب للتعامل عشان ده اللي موجود على الارض عندنا بالظبط، على اعتبار ان الاخرين ربما بشكل بعيد جدا مش ملتحمين مع الشعب والشعب مش هيقدر ياخد المثال بشكل جيد. هم هيكل قوي، هو بناؤه متماسك، هيكل تنظيمي قوي، بناؤه متماسك لحد كبير يعني مش متماسك جدا يعني، لكنه متماسك نوعا ما بالمقارنه بكل المؤسسات اللي ممكن تكون موجوده، احزاب او جمعيات. هو كجماعه وجماعه اصلا محظوره او غير قانونيه، فهو قادر ان هو يكون نفسه بشكل جيد، بيقدر يوظف بعض الافراد في اماكن حسب امكانياتهم، بيتقسموا لجان، اللجنه اللي هي هنتكلم عن الاعلام يبقى في مركز اعلامي في كل محافظه، كل محافظه فيها هو، لان احنا قلنا يعني هيكل كبير، فهم متواجدين في كل حاره في كل شارع وفي كل قريه، فيبقى لينا مندوب اعلامي هنا بيجيب الاخبار بشكل سريع، بيقدروا ان هم في عندهم لجنه الكترونيه سريه بتصب فيها الاخبار، احنا نقدر نصيغ ايه من الاخبار دي ونقدر نسوق ايه منها ونقدر ناخد منها ايه يفيد موضوعنا. ايه بقى هو موضوعهم؟ مره موضوعهم ان احنا نرفع من الحرب على الدوله يا فندم. لا ما خليني، هو موضوعهم مره ان هم الجماعه القويه، ومره ان في ثوره قايمه في البلد، في حراك شديد جدا، فيضخوا فيه موضوعات كتيرة، فتحس ان فعلا الدنيا هتولع بكرة يعني، في حاجة هتحصل يعني. 11-11 كانت ضجة، وبعدين 25 يناير وهكذا، كل 25 يناير بيتقال عن الناس هتنزل وهتعمل الخطوة اللي بعديها، لما يبقى هدفهم مثلا ان في مظلومية وقعت على الاخوان، فيوجهوا كل الاخبار الى حيث ان المتلقي يشعر بان هناك مظلومية وهناك ظلم وقع على الاخوان المسلمين. المرحله الاخيره اللي احنا فيها حاليا هو الاخوان يأس في العوده. الياس من العوده. يأسوا من العوده مره اخرى. طب ممكن الياس من العوده نتكلم عليه بعد ما ناخد اتصال هاتفي بس من مواطن كريم عايز يشارك. استاذ عمرو اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا كان ليا راي صغير في موضوع الجهاد والافكار الجهاديه والكلام ده. اتفضل يا فندم. ما فيش حد الدنيا طبعا، البني ادم العاقل ما بيحبش ان بلده تطهر. البني ادم العاقل ايه؟ ما يحبش ان اي ضرب او ارهاب او ما يحبش الارهاب طبعا اكيد. طبعا. لكن في مشكلتها في حاجه واحده. ان اساسا مهما اللي انتوا بتعملوه ده كله مهما يقعد يتكلم افكارهم ثابته على لا لا الصوت مش واضح يا شباب، ما كلامه مش مفسر. الشبكة عند حضرتك، معلش لو تتحرك شوية بس من الموبايل يا أستاذ عمرو. كده كويس؟ لا برضه لسه كده كويس، معلش بقى الموضوع السريع. كده أحسن، اتفضل يا فندم. الناس دي مشكلتها في حاجة واحدة، مهما تقعدي تتكلمي فيهم ومهما تقعدي تحكي معاهم مفيش فايدة إنهم يغيروا أفكارهم، لأسباب إن هم من صغرهم نشأوا على كده وشربوا الموضوع كده. إحنا كدولة المفروض ان احنا نبدا نشوف الناس نقدر نعالجها ازاي، مش من عن طريق الكلام والندوات، لا ننزل لهم نشوف هم فين ونروح لهم ونبدا نكلمهم ونفهمهم. طيب ممكن سؤال يا استاذ عمرو؟ اتفضل. ازاي اقدر احاربهم الكترونيا؟ يعني ازاي اقدر احمي ولادي وشبابي من انهم يدخلوا في الافكار دي وبيفتح الفيسبوك يلاقيه قدامه؟ نعمل ايه؟ السؤال اللي انت بتساله ممتاز جدا، انا بشكر الاستاذ محمد سياده النائب. لان انا اعرفه شخصيا يعني، وهجوم في 20 يناير والثوره والكلام. بص حضرتك، عشان تحمي الموضوع دوت انت محتاجه حاجتين. ايه هم؟ اول حاجه ان الشباب لازم اللي يكلمه يتكلموا، ينزل وينزل لعقليته مهما كانت عقلية الشاب تافه. تمام. تمام نتفق عليها. احنا بنبني ولا بجد؟ لا احنا بنبني. من اساس البناء ان انت تبني للشاب اللي تحت الارض. طيب. تمام عشان الوقت بس، والاقتراح الثاني؟ الاقتراح الثاني ان انت تعملي حاجه واحده. مش معنى ان انت تقفلي الفيسبوك او تقفلي مواقع يبقى انت حليتي، بالعكس انت ما حليتش حاجه. انت بتخلي الناس تعمل اكتر. يبقى اعمل ايه؟ مش هقول لك نظرات تثقيفيه و و لا 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 واحده بس. هاتي واحد من الناس دي اساسا يكلم الناس دي، الشباب من الشعب نفسه
يعني برضه وفاهم معنى الكلام ايه؟ لان هو كان في الشارع وفاهم. انا مش عارف، انا بستغرب منه حاجه واحده بس، انت يا محمد فاهم الموضوع، كنت في الميدان، رحت فين؟ الدين جت منين؟ إيه؟ ما اعرفش. تمام. نمرة ثلاثة، أهم حاجة وأرجو إن أنا آسف جدا إن أنا طولت عليك. اتفضل سريعا بس يا فندم، اتفضل. سريعا. محمد سيد الخالد يوسف العضو الناس لمركز مدينة كفر شكر اعتزل الحياة السياسية. أنا كعمرو مرزوق، إيه الحل إن خالد يوسف نخليه يتنحى جانبا ونشوف حد في البلد ينزل؟ أرجوك ترد عليا. أنا والله محمد قال إيه؟ قال إيه؟ طيب انا بشكرك يا استاذ عمرو، انا بشكرك، انا ما سمعتش والله هو قال ايه. خالد يوسف ايه على دايره كفر شكر؟ هو بيقول انه اعتزل الحياه السياسيه او كده، فبيقول ان هو يشوف يعني ان كان حد يمثل المكان غيره او كده تقريبا. تمام. طب دي حاجه يا استاذ عمرو يعني سياده يعني النائب ما يعني مش هيبقى ليها علاقه بيها. المقترحات ولا يعني انا عايز استكمل على اللي هو قاله. اتفضل. هو فعلا لحد كبير مش يعني اكيد، لكن لحد كبير كل الكلام اللي احنا هنقوله ده ممكن الاخوان ما تقتنعش بيه لاعتبارات خاصه بطريقه التكوين العقلي والوجداني عند الاخوان. طريقه التركيبه العقليه في ترتيب الافكار، هو احنا ورفض لكل، فهو كلامه صحيح، الاخوان مش هيقتنعوا بالكلام ده. بس احنا مش بنخاطب الاخوان بالكلام، بنخاطب الشباب بتوعنا، احنا بنخاطب الشعب. صحيح. احنا بنحاول نعمل توعيه وقايه داخل المجتمع يعرفوا بيه الاخطار اللي هم معرضين ليها دون ان يدروا. يعني هناك منصات فكريه دون ان يدري انها منصه فكريه. يعني هو مش هيقول له الاخوان المسلمين المتحدث الرسمي باسم الاخوان المسلمين، الامر ده ما بقاش موجود. انما هو هيكلمه بشكل عادي جدا، يمكن اسمه يبقى ضاحك او اسم نكته او واحد اسم عادي، ولكنه بيحط موضوعات فيها 10% من الحقيقه والباقي كله بيضخمه. انما احنا لازم، احنا اثرنا برضو مع المجتمع، لازم نقول ان في التناول يجب ان يكون موضوعي مع كل الموضوعات. ازاي يا فندم؟ حضرتك في الفقره اللي قبل دي تناولتي الموضوع بشكل موضوعي جدا وفي شفافيه، موضوع قتل تلميذ لتلميذ واتصلتي بالجهات، ده شكل من الاشكال الاعتراض على سلوك ما تم في المؤسسات التربويه، والمفروض نستدعي بيه اشخاص يجي يشوفوا الكلام ده علشان ده في منتهى الشفافيه وبمنتهى الموضوعيه الاطراف علشان نوصل لحل. المشكله عند مين علشان نوصل لها لحل؟ مش بنبرر، فطالما مش ببرر يبقى انا خدت خطوه ايجابيه لعقل المتلقي الشاب. لكن لو ان على طول الخط في تبرير على طول، هو بيصطاده من المنطقه دي وبيقدم له الوجبه المسمومه. صحيح. الوجبه المسمومه بنقول فيها احنا بالمثل البلدي بيدس السم في العسل، لازم يبقى فيه عسل علشان هو يستطعمه وبعدين على المدى البعيد فيه. يكتشف ان فيه سم وانه متاثر بهذا السم. فالماده الاعلاميه الاخوانيه والاسلامويين كلهم بهذا الشكل بيحطوا ماده عسل، شكلها عسل، طعمها عسل، لكنها مليئه بالسموم. انا ممكن بمناسبه العسل اللي جواه سم اسال حاجه يمكن بره شويه موضوع المواقع الالكترونيه، بس ليها علاقه بالماده الاعلاميه برضو. القنوات اللي بره مصر اللي من تركيا تحديدا، يعني قناه معينه او قناتين معينين واثنين اعلاميين مصريين للاسف، يعني شخصين مصريين بيهاجموا طول الوقت وكل حاجه وبيحرضوا على الجيش والشرطه والكلام ده، ليه عليهم احيانا اقبال ومشاهده وتلاقي صفحات الاخوان عامله كميه شير غير طبيعيه للفيديوهات بتاعتهم؟ ايه بقى العسل اللي ممكن يبقى موجود على السطح اللي جوه السم؟ يعني لو حضرتك، انا كنت قلت في اول مداخله قلتها انه هم عندهم ماكينه قويه جدا، ماكينه وسط الناس، يعني عندهم قدره ان هم يشاوروا للناس على شيء فالناس تهتم بالشيء ده حتى لو ملوش قيمة. يعني لما حضرتك بتقولي انهم الاخوان بيشيروا الفيديوهات وبيقطعوها وبيعملوا لها مونتاج، بيعملوها بطريقة معينة عشان الناس تشوفها، هم قادرين على ان هم بالايحاء يصنعوا اهتمام بشيء. يعني قبل ما تقوم ثورة يناير وفي بداية ما كان يعنون بفكرة هوجة الدعاء الجدد، يعني
كان لما بيكون في داعيه من هؤلاء الدعاة هم يرغبوا في انه يعني ياخد حجم اكبر بكتير من حجمه العلمي، كان من خلال الاسر الصغيره اللي هي الوحده الاساسيه بتاعتهم يعملوا تعليمات لكل الناس اللي في الاسر دي في المناطق اللي حوالين الجامع اللي هيحاضر فيه الداعيه ده، ان هو لازم الجامع يبقى مليان ومليان من بدري. طب ده بيفيدهم في ايه؟ بيفيدهم في التأثير الإيحائي. صحيح. إن لما حضرتك تكوني ماشية في الشارع يدي انطباع، ماشية في الشارع وشايفة جامع مليان جدا وإيه أخوانا فيه إيه وإيه ده، ويبتدي الشباب بتوعهم يقولوا للشاب اللي بيسأل لا ده جوه أنت متابعه بس واسمع واوا، فيعملوا حالة من الهالة وال للشخص، فيبتدي يبقى فيه اهتمام. يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن أحد هؤلاء الدعاة بدون ذكر أسماء يعني في بداية ظهوره إعلاميا، فكانوا بيسألوا أحد ملاك القنوات الفضائية الدينية في وقتها يعني هو أنت ليه يعني شمعنا فلان وكده، قال لهم والله أنا يعني لما بنزل أجازتي بسكن قصاد الجامع اللي بيدي فيه، فأنا واقف في البلكونة لقيت إيه الزحمة دي كلها، قلت أكيد اللي عنده الزحمة دي في الأرض الواقع لما يطلع في التلفزيون بالتأكيد هيحقق هذه الجاذبية والنجومية وكذا. اللي عايز أقوله إيه، هم من خلال الماكينة بتاعتهم بيقدروا إن هم يصنعوا اهتمام لشيء حتى لو كان شيء مفيش أي حاجة تجذب الناس ليه، دي حاجة. الحاجة التانية بقى، إحنا كلنا عندنا كلنا هنا أقصد الدولة بكافة مؤسساتها عندنا إدراك واعتراف ويقين إننا في فترة صعبة وإننا بناخد إجراءات قوية جدا لإصلاحنا الاقتصادي، لكن عارفين كويس جدا إن الإجراءات دي أكيد ليها صعوبتها، إحنا الحياة فيها صعوبات يومية بيواجهها المواطن نتيجة المشاكل المتراكمة لسنوات طويلة جدا واللي محتاجة شوية وقت عشان تتعالج في الخدمات الأساسية أو غيره، وبالتالي إنجاز التعبير الكلام اللي فيه ضغط على الـ على الـ على الوجيعة إنجاز التعبير، يعني وليكن مواطن عنده مشكلة في المواصلات أو مواطن عنده مشكلة في اقتصادية أو مواطن بتاعته. عنده مشكلة في كذا، فطبعا هو لما يضغط على الحتة الوجدانية عند المواطن إنجاز التعبير يعني المطحون في صعوبات الحياة يعني ويبتدي يعني يكلمه الأول عن الصعوبات دي وإنه قد إيه هو متعاطف معاه وقد إيه وقد إيه وقد إيه، فيخلي اللي بيسمعه وجدانيا حاسس انه فاهمه وحاسس بيه، يعني حاسس بيه، فيقول ايه، نقول ان العسل انه بيشعره قد ايه انه خايف عليه وعلى معاناته انه حاسس قد ايه هو قلبه معاه ده العسل اللي في وسطه بقى بيديله الرساله اللي احنا كنا بنقولها من شويه انه دي مش صعوبات الدوله كلها بتواجهها، لا ده دي كأني حد فرضها عليك. يعني هو كان طول الوقت، ويمكن احنا مع الأسف يعني بعض من المعارضين لما كان بيطلع يتكلم فكان يقول أصل الإجراءات اللي اتخذت هي السبب وإنه يعني كان يعني يدي انطباع أنه كان من الممكن أنه هذه إجراءات أي إجراءات بقى إجراءات إصلاحية اقتصادية أو ما شابه، فيدي انطباع أن كان من الممكن تجنب الإجراءات دي أو ما شابه. فالمواطن المراد استقطاب هيقول لك الله يعني الدولة كان عندها خيارات تانية وهي اختارت أنها إيه تغلي عليا أو أنها تتعبني أو كده. صحيح. فهو الأول يكلمه أنك بتعاني، وهو فعلا إحنا عندنا حاجات ومفيش حد بينكر دون وفترة صعبة وإن شاء الله هتخلص، والدولة بمؤسساتها في كل المناسبات بتقول ان بطل الاساسي لمعركتنا دي هو المواطن. صحيح. لان المواطن شايل كل الفواتير المشاكل المتراكمة والضغوطات الاقتصادية اللي ناتجة عن الاصلاح الاقتصادي، كلنا معترفين بده وكلنا بنضغط ان الفترة دي تخلص اسرع وقت ممكن. فهو بدل ما يقول له ان كلنا بنشيل دولة بنعافر مع بعض وبنستحمل مع بعض، لا بيقول له انه كانه من بيدهم الامر بقى تشريعيا ولا تنفيذيا كانهم بيستسهلوا، كاني في طريق ما اخر يوهم المتلقي ان الطريق ده موجود وانه متاح، وزي بالظبط كده ما كان يجي بعض من المعارضين ويتكلم عن انه لا يا دولة طب انتوا ليه تعملوا الاجراء ده انتوا ممكن تجيبوا يقول رقم كده ضخم جدا من الاموال ويدي انطباع وهو بيقول الرقم
ان كأن الدولة هتدوس على زرار كده تطلع مليارات. يعني مثلا واحد يتكلم عن موضوع المصالحات في المباني ان انتوا بس اعملوه وهتدوسوا على زرار. الموضوع مش بالبساطة دي ولا بالسذاجة دي. وحتى لما القانون المصالحات هيجي الامر مش هيتعمل عشوائي وانه اي حد في ناس مثلا بنية على ارض فيها اثار هيتصالحوا معاهم. في ناس بانية على أرض مفروض أنها يعني جنب أماكن عسكرية أو مشابه. أو ناس بانية بس عمارتهم مايلة يعني خطورة داهمة. يعني حتى خطورة يعني عليهم. فالموضوع مش أن أنت بالزبط. هتدوس على زرار بالزبط. هتعمل كده الفلوس. ده غير بقى التطبيق نفسه وتنفيذ القانون. هم بقى لما بيجي يطرح على المواطن الأفكار هو يكفيه بس أنه يوصل للمواطن رسالة إيه؟ أن من بيده الأمر كان من الممكن أنه يهون عليك الصعوبة دي لكن هو ما عملش لكن كده. ما عملش كده. هو لو وصل لدي مش كفاية؟ لا حقق غاية كبيرة جدا عنده. طيب كل اللي فات ده اتكلمنا فيه على السم وبث الأفكار المسمومة عن طريق المواقع والكلام ده كله. بس أنا في حاجة تانية برضو غريبة جدا عندي، موضوع الفتاوى. مش كلنا خلصنا منه؟ يعني احنا مثلا من فترة طويلة مؤسساتنا الدينية المحترمة الجليلة، مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية، أصدرت بيانات بأسماء من لهم الحق في الفتوى. ومش معنى كده انه باقي العلماء الافاضل الاجلاء يعني غير قادرين على الفتوى، لكن المؤسسات الدينية ارتأت انه في مجموعة معينة هي تمثل الازهر الشريف والاوقاف في اصدار الفتوى. ومشينا على ده فترة، حتى احنا في الاعلام ناخد فتوى يبقى من حد من القائمة دي. المواقع دي ما زالت مستمرة في فكرة الفتاوى. وفتاوى الغريبة يا أستاذ طارق بها أنها مش بس فتاوى ليها علاقة بالسياسة والحرب على الدولة وبتاع، لا حتى حاجات يحلل حاجات ليها علاقة بزواج القاصرات ويقولك ما هو سترة للبنات وبتاع. فبرضو إحنا كمواطنين اللي عايز يستسهل زي ما كان سيادة النائب بيقول، اللي عايز يستسهل هيروح للأفكار دي. هو الجماعات الإسلامية أو الإسلاموية كلها بتعمل لنفسها مجتمع موازي، لها معلمين، لها مربين، لها سياسيين، لها يعني مسارات اقتصادية ولها مسارات قيمية خاصة بيها. مجتمع موازي عن المجتمع اللي احنا بنعيشه كلنا. ومن ضمن الروافد الموازية اللي بتغذي هذا المجتمع والمظلة المستقلة ان يكون لهم مفتي، مفتي خاص مش هيحلل لهم حرام وهيحرم حلال، ولكن حسب مقتضيات الحال لكل جماعة. يعني الوضع الآني احنا محتاجين ايه؟ احنا محتاجين نتكلم في ايه؟ يعني هناك كان مفتيين مفتيين يعني بي 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 بيفصلوا الفتوى بناء على الاوضاع الحالية بتاعتهم. نعم مستفيدين يعني بقاعدة فقهية ان الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا. دي قاعدة فقهية يعني اصلية واصولية وعارفينها كل علماء الازهر، مفيش مشاكل. فيبيح في مرحلة من المراحل في السجون نظرا بل بيقعدوا سنين كتيرة بالخلوة، الخلوة الشرعية اللي هو زوج وزوجته ويتعمل لهم خلوة شرعية ويكونوا موجودين ونتج عنه. طب ما ده صح، ما فيهوش مشكلة مش كده ولا لا؟ خلوة المقصود هنا الأمر متطور شوية، خلوة شرعية تامة نتج عنها أبناء ونتج عنها الست بقت يعني حامل. السجين سجين تروح لمراته في زيارة ويتوضب لهم خلوة شرعية؟ ايوه. فده صح ولا غلط؟ انا مش عارف يعني أسأل. يعني انا هنا مش بتكلم على صح وغلط، انا بتكلم مين اللي اداهم الفتوى ده، مش الازهر. ما انا هنا ماليش دعوه هي صح ولا غلط، بس دي نقطه مهمه يا استاذ طارق. جدا بالامانه يعني وقيسي على ده يعني كتير. للزوج وللزوجه برضو يعني. ما هو انا استاذه بس عشان ما اخرجش بره، انا هنا مش مفتي وانا ليس لي حق الفتوى. انا برصد كباحث ان مين اللي اداهم الفتوى دي؟ سالوا الازهر؟ لا، سالوا شيوخهم فافتوهم فاصبحت بالنسبه لهم شرعيه. وعلى هذا قيسي حاجات كتير، استحلال الدماء، يعني جماعه بتحارب جماعه، جماعه داعش فمفتيهم ايضا اباح لهم اراقه دماء الجماعه الاخرى فحصل بينهم اشتباك، اباح دم فرد من الافراد لانه تجسس على الجماعه لصالح الجماعه. الكلام ده حصل ما بين داعش وما بين جبهه النصره بشكل كبير. ويمكن طب الكلام ده بنعرفوش ليه يا استاذ طارق؟ احنا بنعرفه لما قصدي يعني لا يعني ما بيتعرفش اعلاميا قوي الكلام ده. احنا مقصرين تجاه المجتمع يعني جدا،
واحنا ما لما نعرف ان بيحصل بينهم كده وان هم بيستحلوا دماء بعض لمجرد ان هم اختلفوا في وجهه نظر او في ايديولوجيه معينه، ما هو ده برضو يفهم الشباب قد ايه الناس دي لا مبدا ولا دين ولا قيمه. الاخوان المسلمين قتلوا مسؤول التنظيم الاخواني في التنظيم الخاص بعلبه حلوى مفخخه مهندس سيد فايز، فجروها فيه هو وبنت اخته. يعني الكلام ده قديم يعني موجود مع التاريخ، يعني موجود بشكل ممكن يكون فج في مرحله ويختفي في مرحله لكن يظهر عند جماعات اخرى. المظله قلنا لحضرتك انها واحده والالوان اختلفت لكنها المظله واحده. ارجع تاني اقول لحضرتك ان احنا محتاجين ان احنا نقول للناس ازاي يعرف المنصات المسمومه، ازاي هيدوق العسل وبعد كده يتسمم ولا يعرفه من بعيد. لازم نعمل له اختبار، لا زي اختبار السكر كده بعرف بيه السكر. ازاي يعرف المنصه دي بتقول له إزاي؟ الخبر إزاي؟ الخبر اللي 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 يولد عنده طاقه ايجابيه ده خبر جيد، اللي يولد عنده طاقه سلبيه ده خبر سيء. اي فندم، بس ممكن يبقى يولد عندي طاقه سلبيه بس هو صحيح؟ ما اختلفناش، بس الصحيح عشان ايه حضرتك؟ انا ممكن اشاور على اخطاء داخلي. مش كل خبر برضو يضايقني يا فندم معناها انه خبر مفبرك. انا ما كملتش. انا بلاش بس حضرتك كده. ايوه تمام. معلش يعني لا مش المضايقه، مش المضايقه. الخبر يعني اللي يخليكي تنتمي للوطن اكتر اعتقده بخبر جيد. الخبر اللي يخليكي تكرهي وطنك ده خبر سيء، ده مدسوس. ايوه يا فندم، لما يبقى خبر يا استاذ طارق بس معاك. خبر ان الاسعار في الموضوع الفلاني مثلا كهرباء غاز اي حاجه هتزيد، مش مسألة أحب وطني ولا أكرهها، بس أنا هكره عيشتي كده، ما هو أنا مش مستحملة غلا. أيوه. فأنا الشاب هنا ما أقدرش أقول له ما تصدق يعني. هو هنا لو هو خبر سلبي لو بس صحيح مثلا. ما اختلفناش، هو لو صحيح منصة أخبار بتتكلم بخبر بشكل موضوعي هيقول إن في أخطاء سياسية وإن الخطأ أو أخطاء في السياسات في وزارة الزراعة إن هي ما جابتش تقاوي بشكل معين، هيقول الخبر بشكل صحيح. كما انه هيحيله الى مصدر، لكن الاخبار اللي بدون مصادر والاخبار اللي هي بتولد الكبت اكتر، الاخبار اللي بتخليك تكره الوطن اكتر. احنا كلنا عندنا مشاكل وكل المجتمع في بيعاني من ازمات اقتصاديه، واحنا يعني ربما احنا من الاسر المتوسطه ونعاني جدا. لا الطبقه دي فنم خلاص الله يرحمها يا رب الفاتحه، الطبقه المتوسطه اللي كلنا بننتمي ليها دي. فلكن هل المقابل توليد الضغط للانفجار ولا توليد ضغط لايه؟ يعني انا بشاور على السلبيات علشان ايه؟ انا لو بشاور، انا لما اكتب في مقال او اكتب في على صفحتي ان في هناك سلبيه علشان المسؤول ياخد باله منها ويعالجها. لما حضرتك تتصلي بوكيل وزاره التربيه والتعليم في مكان وتطالبي الوزير ان هو يشوف الموضوع ده علشان نعالج مشكله وجود مدرسه فيها 500 او 1900 طالب على مساحه 500 متر ما يقدرش يعمل فيها الاشراف فيحصل فيها كذا، ده بنحط المشكله علشان اوصل لحل. لكن لما احط المشكله بس من غير حل واسيب الدنيا كاني بالظبط يعني مع كامل الاحترام بدلق بنزين وبستني اي حد يرمي عقب سجاره او ان هو يرمي يعني عود ثقاب يولع في الدنيا. فلازم انا كمواطن اعرف انا اعمل ايه. المعاناه كلنا بنعاني وموجوده وهناك اخطاء محدش بينكرها، محدش بيقول ان الاخطاء دي مش موجوده وفي فساد والدوله كل فتره بتضبط مسؤول فاسد وبتوجه له يعني للقضاء للحكم عليه، يعني هناك محاوله للقضاء على الفاسدين. المحاوله دي لما حد يشكك فيها انا اعتقد ده سم، لان ده محاوله جيده المفروض نقول برافو يا جماعه شوفوا كمان الفاسدين الاكثر. يطلع مثلا خبر يقول لك مثلا الرقابه الاداريه قبضت على فلان الفلاني، الطبيعي ان زي ما حضرتك بتقول كده نقول والله برافو كويس وما بقاش بيفرق معانا وزير رئيس مصلحه اي مكان لو كده. فاسد بيتم التعامل معاه. فيطلع لك بقى الراي الثاني يقول لك هو جت على بس ده، من البلد كلها فساد، ده البلد كلها حراميه. أيوة ده البلد كده. كلها معرفش. مطلوب منه هنا هو مطلوب مني يغر صدري اكتر ويجهزني للانفجار ويحسسني ان الحاجه الحلوه اللي اتعملت دي صغيره قوي ملهاش قيمه. ده لما نيجي نتكلم على انجاز يعني لما اي انجاز في البلد هم بيسفهوه بيوصلوه الى انه ليه سلبيات. اكيد طبعا ليه سلبيات يعني، لكن يعني حجم السلبيات الى حجم الايجابيات اعتقد هو ده اللي بيحكم ان احنا نختار المشروع ده ولا لا. ما هو ما فيش حاجه في الدنيا بدون سلبيات، ما فيش حاجه في الدنيا كده ابدا. لكن انت بتختار بتوازن
أيهما أفضل وأبقى وأكثر فائدة للمجتمع. أيا كان المهم أن احنا محتاجين نناقش، مش هيبقى في حلقة صغيرة، محتاجين الخبراء كمان أن هم يفهموا يوعوا المجتمع. المجتمع محتاج توعية، محتاج تفكيك للفكر الإخواني والفكر الإسلامي ككل، تفكيك مش هجوم. احنا للأسف الشديد لحظة 30 خلتنا أن احنا نهاجم الإخوان كإخوان وفقط، ولكن الأفكار اللي مؤمن بيها جماعة الإخوان المسلمين واللي بثوها في المجتمع التنظيم الدولي موجودة. لسه موجود يا فندم. أنا هقول لحضرتك مثال صغير تأكيدا على كلام دكتور محمد لما قال إن عندهم ماكينة كبيرة. أنا معلش هختصر الوقت، بيانات الداخلية لما قالت تقدير حجم جماعة الإخوان المسلمين في 2011 كانوا بيقولوا 300,000، والإخوان المسلمين كانوا في حالة زهو فقالوا إحنا مليون. مليون عامل وعامل دي معناها ان هناك 5 مليون من الاخوان المسلمين. انا لو خدت الرقم الـ بتاع الدولة الرسمي ل 300,000، في رقم تاني الدولة بتقول في 20,000 من الاخوان تحت طائلة القانون ومحبوسين لاحكام متعددة. الاخوان بيقولوا 80,000. انا هاخد هنا رقم الحكومة وهاخد رقم الاخوان. الاخوان 20,000 و80,000 باقي 280,000 او 220,000 موجودين بره طلقاء موجودين. انا مش بطالب انه يتقبض عليهم طبعا، اكيد لا، لكن تخيلي دول موجودين بيدخلوا يشاهدوا بقى حضرتك بتقولي عليه ده، لما بينزل مقطع صغير لفيديو وبيشيروه لاصدقائهم. في حاجه في الاخوان وفي التنظيمات كلها فيها اسمها دوائر الجماعة، دوائر الصلبة، وفي الدوائر المؤيدة، وفي الدوائر المحبة، وفي دوائر التأثير، وفي التأثير البعيد. دي دوائر بتترسم، كل فرد له دائرته. يعني أنا عضو في الجماعة، أنا في مكاني فين بالضبط؟ أنا من الفئة العاملين، فلازم يكون معايا 3 أو 4 من المنتسبين وخمسة ستة من المنتظرين وعشرة من المؤيدين، دول تبعي أنا، وفي 20 من دوائر التأثير اللي أنا بوصل لهم، بوصل لهم بفكري وبكلامي. تخيلي الشبكة ديت، الشبكة الكبيرة دي بتوصل الأفكار اللي هم عايزين يوصلوها. مش هنقاومهم بشكل مباشر كخطوة أولى بهدمهم، مش هينفع ده، لكن اللي ينفع إن أنا أقول للمجتمع انتبه للأفكار اللي بتوصلك. أنا أعمل وقاية داخل المجتمع. إحنا ما بنقاومش شل الأطفال، لكن احنا بنعمل فكر. مناعه فكر. للاطفال عندنا فكر. يعني ناحيه طبيه النموذج الطبي ده مهم جدا. انا ما بعملش بحارب مرض شلل الاطفال، انا بعمل تطعيم للاطفال ضد شلل الاطفال. فلما يجي انا خلاص الحمد لله ابنائي محصنين. طيب. ده اللي انا اتمنى انه يحصل في المجتمع الفتره الجايه. سياده النائب، ده ممكن احققه ازاي برضو من يعني وجهه نظر حضرتك؟ زائد كمان هل احنا عندنا تشريعات في البرلمان بالحديث عن موضوع الفتاوى؟ هل عندنا اي تشريعات في البرلمان بتجرم فكره الفتاوى من غير المتخصصين؟ احنا عندنا قانون هام جدا موجود في اللجنه الدينيه وتقريبا بيناقش يمكن بقاله دورين انعقاد، اللي هو قانون تنظيم الفتوى. وكان في بعض تفصيلات فيها مناقشات ما بين الازهر والاوقاف، لكن في الاخر القانون ده بينظم قضيه الفتوى وبينظم مين اللي من حقه ان هو يفتي، وبينظم عقوبات اللي بيتصدروا للفتوى بدون ما يكون معاهم الترخيص القانوني اللي هو مبني على التأهيل العلمي طبعا اللازم للقيام بالدور ده. وطبقا للقانون ده هيبقى سواء بقى مواقع إلكترونية أو تلفزيون أو مقالات، أي حد يصدر فتوى من غير متخصصين، من غير متخصصين بيتم التعامل معاه طبقا للقانون بإجراءات قانونية محددة، ممكن توصل كمان لعقوبات سالبة للحرية، مش بس مجرد حبس. طبعا، لأن هو يعني ممكن واحد على صفحة كده على من صفحات الفيسبوك اللي بالآلاف دلوقتي كتب فتوى كده ممكن يتجاب ويتحسن. يعني الامر نظر ليه كمساله امن قومي. احنا لسه التقرير النهائي بعد المناقشات الطويله مفروض يعني انه خلال دول الانعقاد ده يكون من القوانين اللي يعني ليها اولويه. هو الفكره في انه ايه، يمكن انا برضو في المداخلات اللي فاتت كنت بقول لحضرتك، هم غير الكلام اللي قاله يعني الاستاذ محمود، الاستاذ طارق اسف، غير الكلام اللي قاله عن فكره ان كل جماعه ليها مفتيها، لكن هم كمان بيشتغلوا على هدم
اي مصدر رسمي للفتوى. يعني الوقت اللي طلع فيه فضيلة المفتي مؤخرا وقال فتوى معينة تجاه يعني رداء معين بترتديه السيدات، نفس اليوم بالليل طلع المواقع متعددة يعني من المواقع اللي بتنتمي للطيارات دي وابتدت تتكلم انه اللي يقول ان هذا الرداء ما هواش يعني من الدين انه كأنه ما قراش ولا كتاب علم وتهكم وطبعا حضرتك عارفة انه فتوى فضيلة المفتي قد يكون برنامج زي حضرتك قالها، قد يكون جريدة نشرتها، موقع الكتروني رسمي مثلا قالها او كده، لكن بقى الفيديو او المقطع بتاع الداعية السلفي ويعني برضو بدون ذكر اسامي اللي قال الكلمتين دول انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي حتى في غير الدوائر المهتمة انه لان هم زي ما قال الاستاذ طارق على فكرة ان هم متوغلين وهو فكرة ان كل واحد منهم معاه 10 وكل واحد من العشرة مسؤول عن 10 كلمة مسؤول صح. على فكرة مش شرط ان هو يكون قايل له انه انت هو مسؤول بمعنى انه يوصل له اذا كان في فكرة معينة مفروض انها توصل له ومش شرط يكون هدفه بانه يوصل له ان هو يبقى في الاخر خليه اخواني ولا سلفي ولا لا المهم يكرهه في عيشته ويكرهه المهم ان هو يوصل يتبنى الخطاب بتاعه يتبنى الخطاب ده وانه الفتوى دي اللي صدرت عن المؤسسه الدينيه الرسميه بدل ما هي تعنون انها ده العلم الصحيح وده موقف علماء الازهر الكبار والمتخصصين من علماء لا ما تتعنونش العنوان ده هو يعنونها له ان دي فتوى شوف دول يعني بيضيعوا ثوابت الدين هو عندهم اسمها ثوابت الدين ويحطها له بقى في اطار انه حرب على الدين وانه اصل دول علماء سلطه اصل دول يعني واحد من اعظم مشايخ الازهر اللي جم في تاريخ مصر والله يرحمه الشيخ سيد طنطاوي ويعني كان ليه جهد في تطوير الخطاب الديني من اقوى ما يكون لو حضرتك تتاملي وقت ما كان الله يرحمه على قيد الحياه كميه الحملات اللي كانت الجماعات دي بتعملها عليه وعلى شخصه عشان يشككوا الناس في مصداقيته يشككوا الناس في افكاره فهم مش بس بيبقى ليهم مجتمعهم الديني الموازي طيب. لا هم كمان لو في مجتمع الديني صحيح بقى هم بيهدموه بيحاولوا يهدموه السؤال الاخير لحضراتكم معلش في كلمات قصدي نواجه ده ازاي روشتة كده او نصيحه رقم التشريعات 100% ضروره لان التشريع دوره ان يواجه الجرم اللي بيرتكب الان واحنا عندنا جرائم بترتكب زي تزوير الوعي والفتوى بغير علمه فلازم التشريعات تفعل بمنتهى القوه والحسم والسرعه رقم اتنين لازم يكون في مواجهة فكرية مجتمعية لازم يكون في تنظيمات مدنية وسياسية لان تاني هم شغلين الفضاء والفراغ السياسي والفراغ المدني ولذلك احنا مهم مهم جدا ان يكون مش شاطرين احنا المقصرين يعني احنا محتاجين تنظيمات مدنية وطنية ما بين أحزاب مؤسسات مجتمع مدني وتكون موجودة في المجتمع ومتحركة وجزء من عشان تملى وتزحم الفراغ تملى الفراغ وتزحم بشكرك يا سيادة النائب أستاذ طارق عشان ما نكونش مقصرين نعمل إيه؟ الوعي الموضوعية الشفافية الانتشار في المجتمع أعتقد ده قبل التشريعات التشريع لم يمنع وجود الإخوان رغم أنها جماعة محصورة بشكر حضراتكم جزيل الشكر الحقيقه حوار يعني محترم وهام جدا لانه انت بتتكلم على حاجه دلوقتي اللي هي المواقع والانترنت والفيسبوك والكلام ده خلاص حاجه اساسيه في حياتنا فاحنا عايزين نفهم ازاي نوعي الشباب الجيل اللي طالع ده اللي مش يعني في منه طبعا وعي جدا وعارف وكل حاجه بس في الاغلب هو بيتاثر بافكاره بحاجات والساده الكرام شرحوا بالتفصيل ازاي بيوصلوا لعقول الشباب وازاي يزيف لك الواقع وازاي يسمم لك الامور كلها وطول الوقت حطك في دور اكتئاب ومحسسك انه مفيش امل والبلد لا سمح الله لا قدر الله رايحه في داهيه ولزي ما الست النائب اكد نقطه مهمه جدا البلد كانت تقدر او الدوله كانت تقدر انها تصلح امورها من غير ما تفرض الحاجات اللي في الضرايب وتعمل الاصلاح الاقتصادي اللي حصل ده والكلام ده كله لكن هي استسهلت وفرضت عليك انت الكلام ده طول الوقت عايز يوصل لك النقط دي
فدي حاجة مهمة ان احنا نفهمها للتعامل الامثل ان شاء الله مع مثل هذه المواقع. بشكر حضراتكم جزيل الشكر سيادة النائب الدكتور محمد ابو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي. بشكرك يا فندم مرة ثانية الحمد لله على السلامة وشكرا ان حضرتك جيت على طول على هنا. سيادة الاستاذ طارق ابو السعد الباحث في شؤون الجماعات الاسلامية بشكر حضرتك جزيل الشكر. شكرا ليك يا فندم. بعد هذا الفاصل موضوع اخر في حياتنا شئنا ام ابينا، او لو يعني بعض الساده من حضراتكم ممكن يشوف انه انتوا ليه يعني عايزين تصدروا ان ده ظاهره، لا احنا مش هنقول كلمه ظاهره بس هنقول انه في حالات وليست بقليله بدات تظهر في السنوات القليله الماضيه لزواج الفتيات القاصرات تحديدا في المعاهد والمدارس الصناعيه والزراعيه والتجاريه. ده بينتج عنه كوارث بعد كده، هنتكلم في هذا الموضوع بالتفصيل بعد هذا الفاصل. محمد الحلاج نجار مصري بمحافظة البحيرة، يعمل بمجال الأخشاب منذ كان عمره 8 سنوات. يمتلك ورشته الخاصة لكنه كان يحتاج لسيولة مالية لشراء الأخشاب اللازمة، مما وفره له جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. اسمي محمد الحلاج، رحت خدت قرض من تنمية المشروعات، جبت بيه خشب واشتغلت وحاولت ان انا اوسع واشتغل في النشاط بتاعي في النجارة واوسع المشروع. يحب محمد مجال عمله ويرى احلاما في توسيع تجارته وحرفته اليدوية الى كل مكان بمصر وتعليمها لأبنائه كحرفة كما ورثها هو عن أجداده. جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحقق أحلام الكثيرين، فهو يدعم أشخاصا من أعمار مختلفة بداية من عمر 21 عاما حتى 55 ربيعا.